بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحاول نكمل في سوليد ستيت فيزيكس. طبعا كريستال فايبريشنز، كريستال فايبريشنز اتكلمنا في الوان دايمنشن، في الوان دايمنشن اتكلمنا عن مجموعة من الاتوم. الاتوم كانت متشابهة والمسافة اللي بينهم كانت ايه، وعندي المسافة اللي بينهم بينهم روابط قيمتها اللي هو كانها زمبرك، الكي لها ثابت، كي لكل الروابط كانت متشابهة. طلعت في الآخر الديسبيرشن ريليشن وطلعت أوميجا، طلعت عندي بهذه العلاقة. لما طلعت أوميجا أجيت أرسم العلاقة بين الأوميجا والكي، جيت العلاقة بهذا الشكل. لو رسمتها أوميجا وقسمت عشان أشوف الساين بقى الكوساين أو الساين كيف شكل الساين، الساين تطلع بهذا الشكل. في المنطقة القريبة من هنا كان علاقة كانت كانوا خط مستقيم، وهذا هتكلم عنه الآن. وقلت أي هذه المنطقة من هنا لهنا سميتها first Brillouin zone. وقلت أي منطقة، المنطقة اللي بعديها هنا هي second Brillouin zone، وهذه هي second Brillouin zone والthird Brillouin zone. قلت أي نقطة خارج الfirst Brillouin zone مشابهة تماما لنقطة داخل البريلون زون. لو قلت هذه النقطة بسحبها بمقدار اللي هو 2 باي، بترجع لنقطة داخل البريلون زون. اذا اي منطقة خارج البريلون زون بتشابه منطقة داخل البريلون زون. كمثال لو اخذنا عليها، قلت لو انا في عندي نقطة اللي هي 1.2 باي، كيف سوى 1.2 باي. الآن هي بتمثل نقطة داخل البريلون زون قيمتها -8 باي، لأن سحبتها بمقدار -2 باي. إذا هنا لو قلت في عندي نقطة قيمتها 1.2 باي على ايه، حلاقيها بتمثل نقطة داخل البريلون زون اللي هي -8 باي. لو كان عندي نقطة تانية اللي هو 4.2 باي هسحبها -2. طبعا هنا 2 باي في n على هو المنطقة اللي موجودة عندي الأولى ولا التانية ولا التالتة. إذا هنا 2 في 2 باي، إذا الأولى كانت الفيرست 1 في 2 باي، بعديها هتكون عندي 2 في 2 باي في منطقة البريلون زون التالتة، وهكذا. هلاقيها اني اقدر اسحبها بمقدار 2 في 2 باي، هلاقيها مشابهة لمنطقة داخل البريلون زون قيمتها 0.2 باي. اذا اي منطقة خارج البريلون زون بقدر ادخلها داخل البريلون زون، هي مشابهة لنقطة داخل البريلون زون. اذا انا لو درست البريلون زون كاني بدرس كل الكريستال بصفارة عامة، لان الكريستال عبارة عن اللي هو بيريوديك. وانا قلت في البداية انه في عندي ريال سبيس، وريال سبيس في عندي حاجة بسميها الاكس والواي والزد اللي هو الريال سبيس الاي والبي والسي. لكن في الريسبريكال سبيس اللي هي الان البريلون زون، هي في الريسبريكال سبيس، في البريلون زون اللي في الريسبريكال دورية. اذا حيكون عندي يونت سيل بريلون زون الاولى، وفي عندي يونت سيل تاني وتالت ورابع. اذا البريلون زون هي كأنه يونت سيل بس في الريسبريكال لاتس او في الكي سبيس. اذا في عندي ريال سبيس وفي عندي كي سبيس. والمحاضرة اللي فاتت اخذناها لما قلنا اكس ان و جي ان او جي ام، وقلنا الاكس ان لو قلت زيرو هنا او اي هنا بتكون عندي 2 باي او باي على اي، 2 باي على اي. هذا البريلون في البريلون زون او في الايه، في السكند بريلون زون. 2 باي على ايه، لو انا قسمتها في النص هلاقيها بتطلع باي على ايه. اذا الذاكرين كان عندي طريقة الوينر سايدز لايجاد اليونت سيل، كيف كنت اوجدها؟ باني اقسمها، اقسم على المسافة بين 2، اجيب النيرست نيبر واقسم المسافة بالنص، فبيكون عندي هي ايش، منها بقدر احدد اليونت سيل. اذا البريلون زون هي كانها يونت سيل بس في الريسبريكال سبيس او في الكي سبيس او في الفيوري سبيس او في الفيوري سبيس.
الآن نرجع، إذا في الجزء الأول نرجع للرسم الموجود عندنا هنا في الجزء الأول at key very small. at key very small بلاقي هنا السرعة عبارة عن سرعة خطية، والجروب فيلوسيتي في هذه الحالة والفيز فيلوسيتي كأنهم نفس الإشي. إذا بقدر أقول إنه السرعة هذه الفي جروب خطية، والفي جروب بتساوي أوميجا على كي أو دي أوميجا على دي كي إذا كانت مش خطية. إذا أوميجا على كي بلاقي خط مستقيم. لو جيت أحسب الفي جروب بلاقي الفي جروب هنا بتساوي سرعة الساوند، وسرعة الساوند أنا ممكن الآن نحسبها ونشوف العلاقة اللي بينهم. الآن في عندي نقطتين، في عندي نقطة لو كانت very small ال k very small، لو جينا للمحاط ال k a very small تؤول للزيرو، بصير هذا الحد عندي تقريبا قيمته واحد. إذا ال v group بتساوي k على m جذر اللي هي في ال a. هل هذه هي سرعة الصوت؟ سرعة الصوت احنا عارفينها ال v للساوند بتساوي جذر واحد على رو في البي. رو الماس دنسيتي، البي كومبرسيبيليتي. الرو معروفة هي بتساوي ام على في، لكن في وان دايمنشن الفي بتقول للال. اذا بقدر اقول بتساوي في الوان دايمنشن ام على ال، والال هي الاي. اذا ام على اي. البي هي عبارة عن سالب تعريفها واحد على في بارشل في على بارشل بي، والبي هنا بقدر احددها بتساوي واحد على ال سالب واحد على اي بارشل اي اللي هو بارشل في على بارشل بي اللي هو دي ال على دي اف. في هذه الحالة دي اف هيطلع عندي قيمتها بتساوي سالب واحد على ايه في سالب واحد على كي، واحد على كي سالب واحد على كي، هذا بيطلع عندي السالب مع السالب. اذا البي بتطلع عبارة عن واحد على كي كي في الايه. لما نيجي نعوضها بلاقيها بتطلع نفس القيمة اللي هي الفي للساوند هي عبارة عن جذر واحد على ام على ايه في واحد على كيف الايه. الكي هتطلع فوق والايه هتطلع فوق لانها في المقام، هيطلع عندي العلاقة هذه. اذا هذه عبارة عن الفي للساوند. إذا حلاقي لما تكون very small أو قريبة تكون خطية، وهي عبارة عن سرعة الصوت، يعني الصوت ممكن ينتشر في أي جسم صلب بمقدار اللي هو جذر الكي على ام في الاي. الآن لحساب الفي للساوند بقدر أنا أحدده بنفس الكيفية. إذا الصوت ممكن ينتشر في المادة الصلبة بسرعة اللي هي السرعة المعروفة عندي. الآن لو جيت كي بتساوي موجب او سالب باي على ايه بلاقي السرعة قيمتها ايش؟ زيرو. ايش معنى السرعة قيمتها زيرو؟ نط بروباجيت فيش انتشار، يعني عبارة عن ستاندينج ويف. يعني كأنه لو جينا نطلع الكريستال الاتومز بتتحرك وبتعود ايش مالها ترجع. كمان مرة ديسبيرشن ريليشن هاي قيمتها ات كي اي تقول للزيرو، يعني very small. هذا بيطلع القيمة عبارة عن ساين الثيتا بتساوي الثيتا، وبتيش لما ثيتا very small تقول للزيرو. اذا هنا بقدر اقول ساين الكي على ايه على اتنين بتساوي كي ايه على اتنين. اذا اوميجا تساوي جذر اربعة كي على ام في كي على ايه في اتنين على اتنين. إذا كي على A في الاثنين على اثنين. إذا من هذه العلاقة الاثنين بتروح مع الأربعة لأنها خارج الجذر، عندي الكي هذه تختلف عن الكي هذه.
هذه الكيل بروبيجيشن والفيكتور، وبتساوي جذر، تطلع قيمتها جذر كي على ام في اي كي. لما اقسم على الكي او اشتقها بالنسبة للكي بيطلع الفي الجروب قيمته جذر كي على ام في الاي، وهذه يقول له هي عبارة عن سرعة الصوت. الان الازاحة لاي اتوم للستاندينج ويف، الديسبليسمنت للاتومز لو جيت انا اخذ عند حدود البريلون زون، الاقي حدود البريلون زون اللي هي سالب باي اللي هي عند الادج اللي هي سالب باي على اي وموجب باي على اي، عوضت عنهم حلاقي انه اليو عبارة عن يو نوت في سالب واحد اس ان، وهذا هي حنثبتها الان. يو اس بي اس زائد بي هي عبارة عن يو اكسبوننشال اي كي اكس في اس زائد بي. احنا عارفين ان الاكس ان بتساوي ان اي، اذا اكس اس زائد بي هي اس زائد بي في ايش؟ في الاي. اذا اس زائد بي في الاي، لو قلت يو اس زائد واحد، اس زائد واحد في الاي، يو اس اس في الاي، اذا اس في الاي اس زائد واحد في الاي، اقسمهم مع بعض بطلع الفارق بينهم اكسبوننشال او قسم، حاصل قسم بينهم exponential i k في الـ a. لما اعوض عن الـ k او الـ k في الـ a باي او سالب باي، بطلع عندي الـ u سالب واحد اس اس، لانه في عندي الـ s يعني لو قلتها b، لو فرضتها انه هذه s زائد b بدل واحد وهنا b، طلع عندي u s في k a، اذا عندي يو في سالب واحد اس اس، يو سالب واحد اس اس، يو واحد تطلع سالب يو، يو اتنين بطلع موجب يو. ايش معناتها؟ انه الاتوم الاولى بتتحرك لليمين، التاني بتتحرك لليسار، هذه بيو وهذه بسالب يو، زي ما يكون عندي ذرتين موجبات هنا وطبق عليها موجة بهذا الشكل. الموجة بهذا الشكل طبعا من اول للاخر هو 2 باي، نصها هنا سالب باي وموجب باي، هذه هي الاوريجين زيرو. اذا على حدودها هذه حتتحرك موجب، حتحرك لاسفل لانه هنا كان موجب، كان كهرومغناطيسي، كانه هنا موجة مترددة، حيصير تنافر، هذا حيصير يعني حيصير ازاحة عكس بعض، ازاحة واحد لاسفل واحد هنا لأعلى، يعني الإزاحة للتنتين متجاورتين طرتين متشابهتين المسافة بينهم إيه؟ إنها واحدة بتتحرك إلى أسفل واحدة بتتحرك لمين؟ إلى أعلى، إذا الإزاحتين متعاكسة، وهذا اللي بنشوفه في هذا الشكل. هذا مجموعة من الموجات اللي أنا اللي بتنتشر خلال الكريستال وبتعمل فيبريشن في الداخل الكريستال. الاهتزاز بتكون إذا كانت الموجة 2A يعني K بتساوي باي على A، بلاقي الموجة مالها الكريستال زي ما احنا شايفينها في الرسم الأولى أو في الخط الأول، إنه كل تنتين بتحركوا عكس بعض، واحد بالموجب والتاني بالسالب. لما أبدأ أقلل في الـ A بلاقيهم صاروا في الآخر يتحركوا مع بعض تقريبا. لما يكون عندي K very small بلاقي مجموعة كبيرة كلها بتتحرك مع بعض. إذا لما يكون عندي كيتا أو لزيرو بلاقي الموجة هذا بهذا الشكل، عندي عدد كبير بتحرك لليمين وعدد في الشق الثاني بتحركه لليسار. إذا لما يكون الكي بيساوي الباي على اي، بلاقي واحد بتتحرك لليمين والثاني بتتحرك لليسار، واحد بيو وواحد بسالب يو. لما أزود اللمدة يعني اقلل الكي بلاقي انه صار مجموعة تتحرك مع بعض بهذا الشكل. الان بدنا نتكلم برضو في الوان دايمنشن بس في موديل تاني اللي هو الداي اتوميك. ايش مواصفاتها؟ عندي تو اتومز، لكن هذه الاتومز مالها مختلفة،
واحد كتلتها ام كابيتال وواحد كتلتها ام سمول. لكن الكي اللي بينهم الروابط نفس الروابط، هي رابطة رابطة، رابطة أولى ورابطة تانية، يعني فيش اختلاف. في بعض الكريستال ممكن تكون عندي هنا رابطة وهنا رابطتين، فبيصير عندي مثلا كي واحد هنا وكي اتنين، لكن في هذا المثال للتبسيط، لكن كي واحد وكي اتنين حاولوا تحلوها. إذا كانت كي واحد لا تساوي كي اتنين، هنا كي واحد عندي بتساوي كي اتنين بتساوي كي، لكن إذا كانت كي واحد لا تساوي كي اتنين، هذه حلوها وطلع مهمة وطلعوا النتيجة، هتلاقوها بشكل سهل ومش صعب يعني. إذا الآن في عندي أم كابيتال وأم سمول، المسافة اللي بينهم بين الأم كابيتال والأم كابيتال إيه، بين أم سمول والأم سمول إيه، كأنه عندي أنا يونت سيل، ذرة كبيرة وذرة صغيرة، بين الذرة كبيرة وذرة صغيرة، هذه عبارة عن يونت سيل وهذه عبارة عن يونت سيل، المسافة بين هذه وهذه A والمسافة بين هذه وهذه A. إذا في عندي يونت سيل ويونت سيل، بس البيز فيها عبارة عن مولكيولز اللي هو ذرتين مختلفات. الآن سلسلة طويلة بس فيها كتلة أولى مختلفة عن الكتلة الثانية، والسبرينج كونستانت قيمته K والدنتكال سبرينج كونستانت، يعني روابط نفس الروابط، رابطة رابطة. ده سمبلست طبعا، هذا دايتوميك بسيط جدا. A is repeated density distance آسف، أي nearest neighbor عبارة عن نص A للتبسيط، يعني بين الكبير والصغيرة في عندي نص A، بين الكبير والكبير في عندي A، بين الصغيرة والصغيرة في عندي A. الآن هاي السلسلة اللي موجودة عندي بدي أكون equation of motion بنفس الكيفية اللي أخذناها سابقا، اللي هو عندي هنا لو جيت أحسب للأولى اللي هي un، هذه هنا f1 وهنا f2، هذه ال un لزاحة وهذه uv عبارة عن طرحه، يعني زي ما قلنا لو اتنين وتلاتة ايش عندي، هتكون اتنين ناقص تلاتة، بس هنا بشارة سالبة، ناقص ناقص بصير خمسة، كانه مضغوط، هذا اتحرك زي هيك وهذا اتحرك زي هيك، فصار عندي هنا انضغط الزنبرك اتنين وهنا انضغط تلاتة، فصارت يو ان سالب يو او في ان، صار عندي وفي الكي كي في يو ان. اذا اف واحد بهذه الطريقة، اف اتنين اللي حتكون عندي يو او اسف هذه في ان ناقص يو ان، زي ما قلنا اتنين وتلاتة، التلاتة ناقص اتنين، زي ما يكون عندي هنا زنبرك، هنا كتلة وهنا كمان زنبرك، هذا بتأثر وهذا بتحرك، هذا انسحب مسافة تلاتة سم، هذا انسحب مسافة اتنين سم، الإزاحة الكلية تلاتة ناقص اتنين، هذه الإكس تلاتة، قديش استطاع الزنبرك؟ طبعا استطاع واحد سم، لأنه هذا استطاع تلاتة سم وهذا لحقه باتنين، إذا استطاع واحد سم، وهذه نفس القيمة اف واحد، بعدين بدي أجيب اف اتنين بنفس الكيفية، واف واحد ناقص اف اتنين، اف واحد ناقص اف اتنين للكتلة الكبيرة، اف واحد ناقص اف اتنين بتعطيني المعادلة الأولى يو اس أو يو ان، مش هتفرق كتير. للمعادلة التانية لأم سمول نسميها زي ما نسميها أم سمول أو أم اتنين، مش هتكون بنفس الكيفية، في عندي قوتين أسميها اف تلاتة واف أربعة، الفورس اللي هنا اف تلاتة ماينس اف أربعة، وأطلع قيمتها، هتكون عندي قيمتها للمعادلة التانية هي. إذا المعادلتين equation of motion، equation of motion للكتلة الأولى و equation of motion للكتلة التانية، وبعد هيك بدي أحل المعادلتين مع بعض، m في ال u double dot s و m small في ال v double dot s v s double dot. الآن بدي أحلهم، بدي أحلهم، بس قبل ما أحلهم بدي اجيب السوليوشن، اليو اس انا عارفه والفي اس
ال يو اس بتساوي يو في اكسبوننشال اي اس كي في الاي اكسبوننشال سالب اي اوميجا تي، نفس المعادلات اللي اخذناها في الوان دايمنشن لما كانوا التنتين متشابهات، الاتوم متشابهه. واليو اس لها ازاحه تانيه اللي هي يو في اس بتساوي في في اكسبوننشال اي اس كي في الاي اكسبوننشال سالب اي اوميجا في التي. الان بعد ما اشتقهم اول مره يعني بدي اجيب اليو دوت والفي دوت واليو دبل دوت والفي دبل دوت واعوض في مين؟ في الايكويشن اوف موشن اللي موجودات عندي. لما اعوض في الايكويشن اوف موشن حتطلع المعادله الاولى وهذه المعادله الثانيه. طبعا اخذنا اليو دبل دوت لما حسبناها طلعت سالب اوميجا في اليو اوميجا سكوير اسف، والفي حتطلع عند في دبل دوت حتساوي سالب اوميجا سكوير في الفي. الان بعد ما اعوض عن اليو دبل دوت هيها سالب اوميجا تربيع في اليو وهذه سالب اوميجا تربيع في البي في البي اللي هي في دبل دوت الاكسلريشن ويو دبل دوت. هيتبقى نفس المعادلات السابقة، السي اللي هو ثابت الزنبرك والسي متشابهات، هنا في وهنا يو هنا يو هنا في. لاحظوا في متغير مجهولين عندي، هنا في وهنا في وهنا في، هنا عندي يو ويو ويو، معادلتين فيهم يو وفيهم في، وبدي اكتبهم على شكل اللي هو ماتريكس واحلها او احل المعادلتين باي طريقه. ممكن احلها على الماتريكس، بدي اجيب الفي بجهه معينه واسوي التنتين بزيرو، يعني هذا بدي انقله على الطرف الثاني وانقل هذا على الطرف الثاني، وهذا اسويها بزيرو وهذا بسويها بزيرو. يعني بدي اقول موجب اوميجا تربيع في ام واحد في اليو وموجب اوميجا تربيع في ام اثنين في الفي، واخذ الفي عامل المشترك يصير عندي يو مع اليو، هذا يو مع اليو وفي مع الفي، ارتبهم تحت بعض انقلهم هيطلع عندي محدد بهذا الشكل. هذا المحدد homogeneous linear equations ومساوي زيرو. المحدد هذا للكوفيشن لليو للكوفيشن للفاريبل اليو يو والفي، هذا لازم يساوي زيرو لان المعادلتين معادلتين بتساوي زيرو. الان بدي افكه بدي اضرب بهذا الشكل اللي هو القطر الأساسي ناقص القطر الفرعي، وأطلع القيمة وأرتبهم حتطلع معادلة، هذه هي الديسبيرشن، منها بداخل الديسبيرشن ريليشن، وأطلع قيمة الأوميجا سكوير. يعني هحلها اتنين سي ناقص أوميجا تربيع أم واحد في أوميجا تربيع مضروبة في اتنين سي ناقص أم اتنين في أوميجا تربيع، وهذا نفس الإشي ناقص اللي هو سي في هذا، وهذول كلهم بدهم يساوي زيرو. وارتب المعادلة، طبعا في عندي موجب اكسبوننشال اي كي في الاي وهنا موجب اكسبوننشال اي كي في الاي، لكن الاشارة اللي بينهم حتطلع اللي هو واحد سالب وسالب حتصير موجب. بعد ما ارتب المعادلة واجيب الاكسبوننشال واحوله لكوساين وساين حلاقي انه المعادلة النهائية بتطلع هذه القيمة. الآن أوميجا أس أربعة أوميجا الحد الثاني أوميجا تربيع، وبعدين عندي فيش حد، إذا فيش الحد الثابت بنسميه. الآن لو حطيت إكس بتساوي أوميجا تربيع، يعني بدي أطلع أوميجا تربيع فيطلع معادلة تربيعية، إكس تربيع هنا وهنا إكس وهنا فيش عندي إيش اللي هو الثابت، وأحلها طبعا حلها بالقانون العام. لو ناقص بي زائد لو ناقص جذر بتربيع ناقص أربعة أي سي على اتنين أي، بطلع قيمة الأوميجا هاي المعادلة. بس بدي أخذ الاعتبار إنه إن يونت سيل طبعا، وهذا عبارة عن إن يونت سيل عبارة عن مولكيولز، يعني عبارة عن أتوم قيمتها اتنين إن نورمال مودز، يعني عندي عدد النورمال مودز اللي موجودة عندي قيمتها اتنين إن، يعني كل وحدة كل اتومز لها اهتزازة مختلفة، قيمتها بتساوي لكل اتوم في عندي اهتزازة، اذا 2 ان نورمال مود. لكن كم من يونت سيل عندي؟ احنا قلنا اتفقنا انه كل مولكيولز الذرة الكبيرة والذرة الصغيرة هي يونت سيل،
بعدين ذرة صغيرة وذرة كبيرة، هي كمان يونت سيل. إذن هذا عبارة عن يونت سيل، لكن فيها كل واحد فيها مود. إذا بيكون عندي اثنين إن نورمال مودز فيبريشن because the 2 n atoms، لأنه في عندي 2 n atoms and 2 n of equation of motion، لكل atom فيها لها equation of motion لل m ولل m capital و m small أو m 1 و m 2. لما أجي أحلها ممكن أحلها بشكل بسيط جدا، أرتبها وأحلها على القانون العام اللي هو ناقص b زائد أو ناقص j دل b تربيع ناقص 4ac على 2 a a، وأطلع الأوميجا. بعد ما اطلع الحل بيطلع عندي الحل هيو، بلاقي في حلين عندي، مره موجب ومره سالب. اذا السوليوشن اللي موجود عندي اللي هو حلين، واحد لما اجي ارسمهم هسميها اوبتيكال مود والتاني اكوستيكال مودز. اذا في عندي حلين، واحد اوبتيكال مودز وواحد اكوستيكال مود. ليش سميته اوبتيكال مود؟ لأني لو جيت أعوض بقيم الـ M كابيتال والـ M سمول والـ K المتوقعة حلاقيها في الرينج اللي هو الحراري، يعني حلاقيها في الرينج اللي تحت حمراء، عشان هيك الموجات اللي عندي حتكون في الرينج الحراري تحت حمراء، عشان هيك حتكون عندي Optical Modes. لما أجي أعوض في قيم في الحل الثاني اللي هو أوميجا السالب حلاقيها قيم قريبة من الأكوستيكال مودز. إذا الأكوستيكال مودز هتكون تحت لكن الأوبتيكال مودز هتكون فوق. لو جيت للأوبتيكال مودز أو الأكوستيكال مودز بلاقيه متشابه قريب من مين؟ من اللي قلناه في الـ One Dimension اللي هو التنتين متشابهات. إذا الأوميجا تربيع الآن في إلها مع الويف فيكتور في إلها تو سوليوشن، واحد سميته اللي هو اوبتيكال مود والتاني سميته اكوستيكال مود، وعرفنا ليش سميته اكوستيكال مود. طبعا هنا بسميها فونون ديسبيرشن ريليشن فور اتش كي، يعني في عندي فونونات الان كمان مره بنقول الاهتزاز داخل الكريستال لاتهم هي عباره عن فونون. اذا الفونون يختلف عن الفوتون، الفوتون هي موجه كهرومغناطيسيه لكن الفونون هو اهتزاز اللاتس. اهتزاز اللاتس لو جيت اطلع في مجموعة من النقاط، لو جيت اطلع عند النقطة A، عند النقطة A بلاقي التو اتوم ار اوسيليت باي ايش؟ عكس بعض، اوت اوف فيز، واحد يكون لفوق واحد يكون لتحت. لو جيت اتكلم عن نقطة B الماس الخفيفة اوسيليت لكن الماس الكبيرة مالها ريست، يعني واحد بتتحرك الخفيف بتتحرك والكبير مالها واقفة. عند النقطة C العكس، الام الكبير بتتحرك والام الصغيرة هي الريست، كأنه بقول انا الام الصغيرة مسؤولة عن يعني فيها اوبتيكال مودز والام الكبيرة اكوستيكال مود اقل، لكن تنتين مسؤولات عن الاوك اكوستيكال ويف واوبتيكال ويف. كمان مرة بقول الاوميجا الها تو ديسبيرشن ريليشن، لها تو برانش، واحد اوبتيكال برانش واحد اكوستيكال برانش. لو جيت في البيريود كمان مره اليونت سيل لينث، طبعا اليونت سيل في الريسيبريكال لاتس هي 2 باي على 2 باي على ايه، هذه اليونت سيل بتتكرر كل 2 باي على ايه. وقلت هذه الفيرس، كمان مره بقول هذه البريلون زون. الآن لو قلت إنه a small k، عندي small k we have cosine ال a تسوي واحد نص k square k square a square، وهذه مالها بتعطيني لما أحلها بدي أحل المعادلة الأساسية اللي هي عبارة عن اللي كتبناها قبل شو ام واحد في ام اتنين في اوميجا اس اربعة ناقص اتنين سي ام واحد زائد ام اتنين اوميجا اس اربعة زائد اتنين سي تربيع في واحد ناقص كوساين الكي اي بيساوي زيرو. كوساين الكي اي بيساوي واحد ناقص نص كي تربيع اي تربيع، عندي واحد قبل واحد ناقص واحد بيطلع زيرو، اذا الحد الاخير بيطلع زيرو. نرجع للمعادلة
هي هي المعادلة، هذا كوساين الكي ايه قلت واحد ناقص نص كي تربيع اي تربيع، وفي شرط ناقص هون، إذن هي ناقص واحد وناقص واحد، هذا الواحد بيروح مع هذا الواحد. يصير الحد الأول كانوا very small صغير جدا، نص كي تربيع بالنسبة للحدود الأولى، منها بقدر أطلع قيمة الأوميجا. الأوميجا عندي قديش بتطلع قيمتها؟ إذا في الحل بطلع طبعا حلين، واحد موجب واحد سالب، لأنه الجذر له حلين. إذا بحلها وبطلع قيمتها، بلاقي الأوميجا في الأوبتيكال برانش في الأوبتيكال برانش بلاقيها قيمتها 2 سيع مضروب في 1 على ام 1 زائد 1 على ام 2، لكن في الأوميجا سكوير بطلع الأكوستيكال برانش بطلع نص سي على ام 1 زائد ام 2 في كي تربيع زائد اي تربيع. طبعا نحلها بطريقة تانية اللي هو هاي الحل عندي اللي طبعا موجب وسالب، هنا طبعا موجب وسالب سي في واحد على ام واحد زائد واحد على ام اتنين زائد او سالب جذر، هذا السوليوشن اللي طلعناه. الان في المناطق اللي موجودة عندي قلنا اوبتيكال برانش اوميجا موجب بيطلع قيمتها هذه القيمة، وين ات كي از فيري سمول اقل بكتير من هنا صغيرة جدا، فبلاقي أوميجا موجب، أوميجا سالب بلاقي قيمتها اللي هي لما أعوض عن أوميجا سالب بلاقي حلها نص سي اللي هو الكونستانت في كي تربيع اي تربيع على ام واحد زائد ام اتنين، أور أوميجا بتساوي في اس في الكي، أوميجا سالب لأن هذا تربيع وهذا تربيع، إذا كأنه في لس ساوند في الكي، إذا في هلا الساوند، إذا في الكريستال بيكون في المناطق هذه عبارة عن خط، قلنا لاحظوا إنه كأنه خط مستقيم هنا كان، والمنطقة بتكون هنا عبارة عن الفي للساوند. إذا في الترددات، في الترددات اللي هي لما الكي الكي اي is very small is very small بيكون عندي الأكوستيكال ويف، هو عبارة عن سرعة صوت أكوستيكال ويف في الهواء، وهذا بيكون سرعته في، لو جيت حسبتها بيكون سرعته تشبه سرعته في الهواء. إذا عند كي بتساوي باي على اي موجب أو سالب باي على اي، عند الحدود هنا واجي أعوض في المعادلات الأساسية عن الكي، بلاقي عندي أوميجا بتطلع قيمتها 2 سي على ام واحد، وأوميجا تربيع بتطلع قيمتها 2 سي على ام اتنين، يعني هنا 2 سي على ام اتنين وهنا 2 سي على ام واحد، يعني التنين مالهم واحد كأنه عندي هنا الجروب هذه بسميها الجاب. الجاب هذه عبارة عن منطقة فيش إمكانية مرور أي موجة من خلالها، يعني كأنه منطقة عازلة مش مسموح، يعني فوربيدن اند، يعني أي موجة بتقع بس بشرط هذه ام واحد أكبر من ام اتنين، أي موجة بتقع في هذا الرينج لا يمكن أن يكون لها بروباجيشن في هذه اللاتس، في هذه اللاتس، وهذا بيستخدموه طبعا إنه ممكن أنا عوازل للصوت، عازل للحرارة، وين بدها تقع؟ بدها تقع في هذه المنطقة بتغيير كتل الـ M1 والـ M2، ممكن استخدمه كفلتر. هيك أنا بكون تقريبا نفس الإشي أوجدنا اللي هي بطرق مختلفة، لما تكون أقل أو أكبر، لما تكون كي بتقول للزيرو. الآن بدنا نتكلم عن displacement، بلاقي displacement في الأوبتيكال رينج U على V بتساوي سالب M2 على M1، يعني التنتين مالهم بتحركوا عكس بعض، لكن في الأكوستيكال برانش هلاقي اليو بتساوي ايش؟ الفي، اليو بتساوي في، يعني التنتين بتحركوا مع بعض في اتجاه، بتحركوا
مع بعض، الموج الكبير والصغيرة بتحركوا في اتجاه واحد، هذا في الاكوستيكال ويف. كيونتس مع بعض، كاتومز، كمولكيولز مع بعض يتحركوا. هذا وين اتكي بتساوي زيرو، اتكي قريب يعني تقول للزيرو. هذا بالنسبة لنفس الاشي الفيلس ساوند، قديش بتطلع قيمته؟ نقول له هي عبارة عن فيلس ساوند، يعمق على كي وبطلع قيمتها. هيك بتكون المحاضرة انتهت. طبعا هذا حل بطريقة مختلفة، الآن بدنا نتفرج على اللي هو المودز الموجودة عندي. ممكن المودز بهذا الشكل يكون تنتين بتحرك مع عكس بعض، وهذا موجود في الأكوستيكال. في الأوبتيكال مود آسف ممكن يتحرك مع بعض وعكس بعض، وطولي موجة طولية. هنا ممكن موجة مستعرضة وموجود عندي ترددها بهذا الشكل، انه يتحرك عكس بعض، بيشبه تماما الايونيك بوند، الروابط الايونية، واحد موجب واحد سالب، لانهم يتحركوا عكس بعض في الاوبتيكال مود. هنا اكوستيكال مود، انه قلنا الاكوستيكال بنلاقيهم يتحركوا مع بعض مش عكس بعض. لما يكونوا عكس بعض قلنا اوبتيكال، لما قلنا يو على في بيساوي سالب ام واحد على ام اتنين. لكن لما في الاكوستيكال ويف كلهم يتحركوا في اتجاه واحد، وهذا عبارة عن مين؟ اكوستيكال مود. وهذا كمان اكوستيكال مود بس شورت ويف لينكث. هيك بنكون المحاضرة خلصت. موجات مختلفة بهذا الشكل، ايش الاهتزازات الموجودة عندي. هيك يعطيكم العافية، تكون المحاضرة خلصت، وان شاء الله بتكون امور سهلة. وزي ما قلنا في هذا، تحاول تحلوا السؤال اللي قلناه، انه يختلف ممكن السؤال اذا اعطيكم ام بتساوي ارب، ام واحد بتساوي ام، وام اتنين بتساوي مثلا خمسة ام، تعملوا لي سوليوشن الها لنفس الحل. وبعدين عندي سؤال الاول، اكسرسايز الاول، اكسرسايز الثاني، حلو لما كي واحد لا تساوي كي اتنين، كي واحد وكي اتنين مختلفات، بتطلعوا قيم اللي هي الأوميجا، أو بترسموا الأكوستيكال ويف والأوبتيكال ويف. ويعطيكم العافية وربنا يوفقكم.